14 فالجناط أربع نفر. أوه والقلب داعي لك يا أبو سعد. أوكي شوفوا يا أخوان، طبعا تطبيق مسافر سويته وطلعوه هني البيانات عشان تدش المطار، يعني قبلها سو بالمسافر قبلها بيوم سويت المسافر عساس موعد ودخول سفر وشغلات هذه كلها. يس اول توجذر. شوف هذا ثاني. ايوه ما عندي ثلاثة. هذه المصيبة. يلا اوكي اوكي ابو جابر يعطيك العافية. الناس يغلفون الجناط، انا باخذ الجدر الضغط الكهرباء. ايه هذه اوكي اوكي كوني قد ساوي زين. هذه جنطتي. الله يا الدنيا الله يا الدنيا، مطار الكويت كذي فاضي من عقب ما كان زحمة. عزاء أنا المسافر، يعني أنا ولي معاي وكم واحد مسافرين بس، هذا أبو جابر عن 100 مسافر. وللي ما يعرف أنا يعني ليش مسافر تايلاند، بإذن الله رايح مودي أمي بإذن الله علاج. أبي منكم، أبي من الله سبحانه وتعالى التوفيق وأسألكم الدعاء وعسى الله يوفقنا إن شاء الله. عندي داء الأخير بوابة 26. فقدنا هالصوت هذا من زمان. هل مرحبا لدي؟ شوف هني أبو جابر هذول القادمون الظاهر كله فحص، للي يجي القادمون ينزلون تحت، هذول كلهم كمبيوترات وفحص. شوف الكراسي فيها عوازل مطار الكويت الدولي. نروح إن شاء الله هذا الحجي. شوف شو يقول أبو جابر، شوف وجهك شنو الممر؟ والله المستعان الحين نصعد الطيارة القطرية إن شاء الله. والله لبصم. ها هذه بصمتي. خلنا ناخذ امي لحظه شوي. الكراهه من زمان ما بصم. ابو جابر التلفزيون. ابو جابر بعد شوي نطلع الطياره لما تقلع. استودعك الله يا كويت يا أغلى بلد. أنا أشهد أنا أشهد. دائما تقريبا كل سفر الواحد يعني لا راح يعني سافر يستانس إنه مسافر وهذا. أنا فعلا عمرني قلبي ليش رحلتي هذه، يمكن أقعد شهر ونص يمكن شهرين يمكن ثلاثة أنا ما أدري. أنا حدي يعني لو سافرت عن الكويت سياحة أسبوعين وحل للكويت. وشكرا لأخوي الملازم يوسف نواف البثالي، وشكرا من وزارة الداخلية، وأيضا شكر موصول لأخوي حمد الفاضل من الجمارك، مشكورين وبيض الله وجهك. طيري والقلب داعي لك على ظهرك أمي، الله يستر عليك هالطيارة. هذا الكويت يا مال يا مال السير يا الكويت. نروح يا زينك يا الكويت يا حلوك يا الكويت. وصلناها هذا جناح الطيارة. يلا وكل حمد فخر يا ابو جاب. خلنا بصمت بصمت حافظي. ابو جاب امسك. خلاص اوكي شكرا جابوا لنا العربانة.
شيل شيل هذا ابو جابر هذا لا لا مو هذا اللي فوق ايه شيله عادي عادي اخاف يزقمونه ولد لا ما عليه عادي الله يحفظك ايش تقول تقول يا ابو سعد قلت هلا يمه قالت ما ودك على الطعس قلت هي والله ودي على الطعس ودك شنو هالشيل نوع كرامه باذن الله على الابد هل هالعربان هذا عاش ابو جابر عاش يا مكرم شعب بعد 4 ساعات الطيارة طبعاً أمي هناك في مكان مال العائلات استراحة زين والحين رايحين أنا وأبو جابر بعد 4 ساعات و20 دقيقة الطيارة قلنا خلنا نتمشى بالمطار شوف بالمطار الماء اللي كنا قبل نشرب سكره ساعتين 20 دقيقة هذه هذا رقم الرحلة بانكوك زين الاسم الحين الساعة عندكم تشوفونها اذكروها اكثر واحد انحجر او اكثر كويتي انحجر انا الحين راح اروح تايلند وانحجر اسبوعين قالبه ان شاء الله الحين بعد شوي صعود الطياره اذا شفتوني ما نزلت سنابات معناتها انطروني 10 ساعات عشان يجي سناب ثاني ليش 8 ساعات تقريبا الا ربع طيران على ما وصل الفندق على ما يجيني الكرت على ما نزل اول ناس دخلون الطيارة احنا ليش اولوية للويلتشير لعيونكم البصمة شوف شو يقدمون كمام وتسوس ومعقم سماعات هذا فرشة أسنان ومعجون أسنان سدادة أذن وعلج لا مو علج هذا ما أدري شنو وهذا حق عيونك تغطي عيونك وهذا الحمد لله الطيارة يعني ما هي فل يمكن ربعها او نصها اللي مسافرين وكان كراسينا ورا لكن مشيت امي شوي تعبت قالت انا بقعد ماني رايح ورا قالوا تعالي قدام يعني هذا المكان لو انا بحجز الكراسي هني التذكرة ادفعها زيادة شوف هناك الدرجة الاولى لكن ما قصروا المضيفات اللي بالقطرية قالوا تعالوا هني وارتاحوا مو الا تروح ورا بعيد عليها يعني امك شكرا القطرية مشينا العشير مشينا على بركة الله عاد على الجناح لكن اقدر هناك 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 اروح وهناك باذن الله خالي تبتهج حنا وراها شوف المدرج حلوة وصلان هذا المدرج ورانا 4 طيارات حنا 7 طيارة نطير من صح الحين اسوي هذا كله فراش السعادة طبعا نمت هني ما باقي شيء على بانكوك تقريبا 50 دقيقة خلنا نشوف الجو واو صارت اماكن فاضيه بالطياره تقدر تسوي لك سرير نفس هذا استمتع شوف هذاك المطار هذا المطار الحين تروح الطياره وترد عليه شوف الحين الطياره راح تلف من صوب البحر كذي وترد للمطار اللي صورته قبل شوي هذه بانكوك
هذا معبد قربنا الحين نطب ان شاء الله. شوف الطياره كانها تبي تطب على البيوت. شوف ايش قربهم تحت في البيوت. الو جود مورنينج. يلا الحين ندش جوا المطار. شوف ايش حلوه هذا حدود المطار بانكوك. ركز على الجناح شوف شلون ينفتحن هذول كله. شوف شوف هذا المكينة ضغط النفاث راح يرجع من برا عشان شنو يمسك الطيارة. بعد ما توقف الطيارة يسكر هذا هذا النفاث. شوف المكينة المحرك يصير عكس. شوف بعد شوي يسكر. يلا لفة الطيارة راح نجي على A6. هذه سويسرية الطيارة مطار بانكوك. اذكروها وصلت بانكوك على القطرية سبعة دي العشي. روح شفت هايلنت هذه مو معي الامن والشغل. هذا كراسي اعتقد دور يقعدون علشان الفحص. هذا اللي قالت لنا انتم بالمستشفى بايويت قلتي قالت تمشي وراي. شوف هذول اعتقد صافين دور اعتقد هناك فحص طبي. هذا استقبالهم السوايدي. شوف يدققون على اوراقنا التامين والخارجيه والفحص اللي بالمستوصف هذا كله. شوف هم اللي يكتبون الاوراق يضبطون لنا ما قصروا. شوف يقدمون ماي مجانا. خذينا اثنين والحين نطلع. شوف هذا المستشفى اللي ينتظرنا. هلا جود مورنينج. يس هذا الحين نروح مع المستشفى لكن شوف هناك شلون لابسين هزار. صار فاضي مطار بانكوك. ثانك يو. هذا الكرسي الحين تقعد امي ويصعدونها ويودونها. سلام هذا معاه المستشفى. طبعا هذول تشوفونهم لابسين الواقي ومعاملتهم حلوه وحاطين هذا العازل. هذه امي وصلت هني فضل من الله سبحانه وتعالى ثم دعواتكم الطيبه. هلا ابو جابر تبي بتايه؟ ذكروني يعني تايلاند يوم اللي طلعنا من لندن الى الكويت شلون الاستقبال شلون الفحص شلون التدقيق والتسهيلات. ذكروني بهالشيء هذا لكن الفرق بين يعني هني وهناك ان الكويت 5 ستار اما هني طبعا ما في مثل الكويت. لا تقول ما في مثل الكويت. تايلند المحبين تايلند سبايدي. وصلنا المستشفى وهذول ان شاء الله يستقبلون هذا. طبعا يتم فحصنا بال مبارك مبارك اكثر واحد خذ مسحات انا هذه المسحه السادسه. ما ادري ايش عاد شلون مسحتهم. انا راح اقولكم ايش كثر خذيت المسحات وهذه السادسه. اوكي نو بروبلم اني اوكي حلو. حلجك ايه يفتح حلجك. خليك ذيب خليك ذيب الذيب لما نعوى يشوف ذيب. ايوه عاش ابو جابر الثانية. اوكي لا تخاف يا ابو جابر خليك ذيب خليك ذيب الذيب لما نعوى يجاوب الذيب. الحين نبدأ الحجر هني
هالجناح هذا، هذا غرفة فلمي إن شاء الله. أوكي ثانك يو. هذه أوكي، هذه غرفتي أبو جابر أنا. زين وأنا هذه غرفتي، مفتوحين على بعض أنا وأبو جابر. هي أشوى مقابل غرفة أمي. لا أنا بهذه، أنا بهذه ما عليه. أبو جابر، أبو جابر هلا. وبدينا الحجر الحين. أي أيوة والله يا أبو سعد، أنا أبو جابر. لكن شنو اللي أنا يعني شوي مستانس عليه، أن هذه غرفتي أنا اخترتها لأن فيها مطبخ زين. هذا الحنفية، وهذه حق أبو جابر خليتها له زين. وغرفة أمي مقابلتنا، هذه غرفة أمي بس في تزريق أروح لها ما خليها. يلا وابدأ. أسبوعين واذكروها، أكثر واحد انحجر، أكثر كويتي انحجر أنا، وراح أعدلكم الحجرات اللي صارت معاي، وأكثر واحد كويتي يأخذ مسحات أنا، وراح أعدها لكم. والليل طويل والأيام طويلة. Thank you. الله الغدا هذا، ترى الغدا هذا مو مال المستشفى، لا من أخوي أحمد اللبناني المترجم. افتح أبو جابر، هذا قال غدا أبو سعد من البيت لك خاص. افتح أبو جابر. الله شمس ويا بابا ما شاء الله. هذا ربيان سمك زبيدي. يلا لك الحين، نورت بانكوك ابو جابر. يا مرحبا ابو سعد، يا جرب هذه، هذه الكبل طبعا. اما هذا، هذا غدا مستشفى، هذا الوجبه، هذا سمك شارترد وعيش وعصير والرقي هذا، ويلا كحم. طبعا حطه بالثلاجه، هذا حق تالي واحد يجوع ياكله.